قال وزير الإسكان والتعمير المغربي نبيل بن عبد الله في حديث لروسيا اليوم خلال زيارة رسمية إلى موسكو، قال إن الاستثمارات الروسية المباشرة وغير المباشرة في المغرب لم تصل بعد إلى المستوى الذي يطمح إليه البلدان، مشيرا إلى أن المغرب يسعى لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع روسيا في جميع المجالات. روسيا بالنسبة للمغرب رسميا هي شريك استراتيجي، نريد أن نرفع من مستوى علاقتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العميقة، وهناك مجهودات تبذل. نمتاز والحمد لله به بأننا نتوفر على سفير مغربي متألق الأستاذ عبد القادر الشهب، بهذه السفير صاحب الجلالة، وهناك كذلك إرادة روسية قوية في التعامل مع المغرب، مع المملكة المغربية. وأشار الوزير المغربي إلى أن بلاده تعمل على رفع حجم التبادل التجاري مع روسيا الذي تجاوز في الفترة الأخيرة مستوى 2,300,000,000,000 دولار، لافتا إلى أن صادرات المغرب متنوعة منها الفوسفات والمنتجات الزراعية والنسيجية، في حين توجد لدى روسيا مصادر الطاقة. المغرب يشكل نوع من جزيرة مستقرة في المنطقة، لذلك روسيا بالنسبة لنا والمغرب بالنسبة لروسيا هناك تطلع إلى أن نرفع أكثر من حجم العلاقات. اليوم هناك مبادلات لا بأس بها تشكل ما يفوق 2,300,000,000 دولار من المبادلات، نتمنى أن يرتفع ذلك أكثر.